السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. راح نستمر بالتجارب المقدمة بمختبر الأردوينو. اليوم راح نأخذ تجربة جديدة عن سنسر خاص بقياس الحرارة والرطوبة، اللي هو الرمز مالته أو الرقم مالته هو DHT11. هذا الشكل ماله، يتكون من ثلاث أطراف VCC وداتا وجراوند. هذا هو DHT11. هذا الحساس ينطينا شغلتين، يرجعنا الرطوبة ويرجعنا الحرارة. فراح يكون كثير باستخدامات، كثير بتطبيقات، مشاريع التخرج، بالحياة العملية، بالسيطرة. انه حساس بسيط رخيص يرجعنا الرطوبة ويرجعنا الحرارة. زين، التجربة طبيعي انه هذا الحساس، انطي شوية مقدمة عن هذا الحساس DHT11، انه هو يقيس الحرارة والرطوبة، وراح يكون طبيعي الاخراج مالته راح يكون ديجيتال. الاخراج مالته هذا القيمة اللي رجع لنا اياها الحساس، هاي الداتا راح تكون ديجيتال وليس انالوج. ليش؟ ليش راح نعرف شلون. هذا الحساس يتكون طبيعي كلش ريسيستيف تايب، انه راح يكون قوي، راح يقيس لنا الحرارة والرطوبة. بداخل هذا الحساس عندنا مايكرو كنترولر 8 بت بلت ان مايكرو كنترولر، اللي هو راح يعالج لنا الاشاره ويخرج لنا الى ديجيتال. زين، ينطيني اكسلنت كواليتي، نوعيه جيده، فاست ريسبونس، استجابه مالته سريعه تقريبا كل واحد ثانيه واحد ونص ثانيه. زين، بي ان تي انترفيس، انه ما بي تداخلات، والطبيعي من ناحيه السعر هو جدا رخيص. اذا حساس خلينا نقول زين، منطقيا نقدر نسوي عليه كثير تجارب. زين، التركيب الداخلي اكيد كن شرحه دكتور محمد بالنظري، بس لا باس من اعاده سريعه. بالنسبه للرطوبه عندنا 2 بليتس، وهاي التو بليتس راح تقيس لنا البخار الماء او الرطوبه. زين، عندما كل ما زاد بخار الماء كل ما تقل المقاومه، والعكس صحيح. هذا بالنسبه للرطوبه. بالنسبه للحراره راح نستخدم الثيرستر لقياس الحراره، وعندنا مايكرو كنترولر بداخل هذا. هذا ما يعني مو بالمختبر، احنا عندنا الربط اهم بالمختبر. طبعا يشتغل على فولتيه من 3.3 الى 5 فولت، وعندنا داتا راح تكون ديجيتال، وعندي جراوند هو ثلاث اطراف. اكو بعض الانواع بي مثل هذا يكون بي 4 اطراف، بس اللي عندكم بالمختبر هو ثلاث اطراف. طبيعي الاربع اطراف راح يكون في سي سي وجراوند وداتا، والاخر متروك، الاخر غير مستخدم. فانتوا اللي عندكم النوع المحدث المختبر هو اصلا بي ثلاث اطراف. زين، الاخراج راح يكون مثل ما ذكرت، راح يكون عباره عن ديجيتال اوتبوت نربطه على بن معين بالاردوينو. بخصائص هذا الحساس السنسر، انه مثل ما ذكرنا انه الفولتيه مالته 3.3 الى 5 فولت يشتغل. اكو منه اربع اطراف، اكو ثلاث اطراف. يقيس لنا الرطوبه من 20 الى 90 نسبة مئوية، تعرفون الرطوبة تجي، والتمبرتشر من 0 الى 50 سيليزية، يعني هاي الرينجات العمل ماله. زين، الاكيوريسي الدقة مالته بالنسبة للرطوبة زائد ناقص 5، وبالحرارة زائد ناقص 2، يعني مو دقيق جدا، بس يمشي شغل على مستوى سعره ما يتجاوز يمكن دولارين دولار، فماشي حاله. زين، اكو نوعية افضل منه لكن اغلى، اللي يسموه DHT22، هذاك DHT11. اكو نوعية افضل منه، احنا ما عندنا منه المختبر بس موجود بالسوق، DHT22. هذاك مور اكسبنسيف، لكن شنو التمبريتشر والحراره ماله والرطوبه القراءات تكون افضل وادق، بس اللي عندنا يمشي الحال. نيجي على بروسيجر خطوات العمل. لازم نربط ال DHT11 على الاردوينو. طبيعي الربط كلش سهل، بنات في سي سي وجراوند داتا، ما يبي اي تعقيد ولا يحتاج اي مقاومات ولا يحتاج اي ربط اضافي. حتى نقرا هذا ال DHT، انه هذا راح نجي نبدي موضوع جديد، اللي هو لازم اكو شيء اسمه اللايبراري. احنا لحد الان كان تجاربنا عن ادخال واخراج، فما احتجنا الى لايبراري اضافيه. في بعض التجارب اللي راح ناخذها من هسه لنهايه الفصل، نحتاج في كل تجربه لايبراري معينه، مكتبات. هاي المكتبات هي نفتح تحويلات تعالج لنا الاشارات بحيث تكون جاهزه لنا، بس نقراها وبس نشوفها. فمثلا هذا الحساس الدي اتش تي، اكو مكتبه خاص اسمها دي اتش تي دوت اج. هاي المكتبه لازم احنا ننزلها من الانترنت، امبورت فروم موجود، كل شيء فري.
لازم نضمنها في عملنا، فلازم نضمنها في ايش؟ في البرنامج مالتنا، فلازم نسوي له انكلود، فلازم نستدعيها. فالقصد انه هذا المكتبه عندنا مكتبه الدي اتش تي لازم ننزلها مسبقا، تجي على شكل فايل مكبوس وين نرجع نحملها. زين، ثاني خطوه، هذا قبل وين؟ هذا قبل السيت اب، هذا بيفور الفويد سيت اب، قبل السيت اب بدايه الكود. بعدين راح نعرف في شيء اسمه ستراكشر. تعرفون انتم هاي المكتبه اسمها دي اتش تي سمول، راح نعرف ستراكشر اسمها دي اتش تي كابيتال او اي اسم تريدوه، سموه بس تي، سموه بس اس، سموه اسمكم ما فد مشكله. هذا عباره عن نسميه ستراكشر من نوع الدي اتش تي. هسه نشوف بعدين بداخل اللوب. زين، بداخل اللوب راح نجي نقرا هذا نفسه الستراكشر اللي سويناه، هو نفسه راح نستخدمه دوت ريد 11، هذا ضمن المكتبه مالتنا. راح ننطي رقم الكود اللي راح نربط عليه البن، مثلا بن رقم 7، بن رقم 6، بس يكون ديجيتال. فراح نخلي مكان البن نمبر، راح نخلي بن يعني رقم معين. بعدين عندنا حتى نقرا الرطوبه راح نقول دي اتش تي دوت هيوميديتي، راح يرجع لي الرطوبه فاليو، ودي اتش تي دوت تمبريتشر يرجع لنا الحراره، قيمه الحراره. هسه راح ناخذها مثال وتشوفوها، بس مجرد مقدمات. فإذا عندي أهم شيء لازم أضمن المكتبة وأعرف ستراكشر، وعندي هاي ثلاث إعازات. هذا أول شيء يقرأ لي القيمة من البن، بعدين هذا يرجع لي رطوبة، وهذا يرجع لي حرارة. زين، ربط الـ DHT 11 وهذا 3، هذا عندنا على بن رقم 7 مثلا، وعندي الطرف الثاني هو الـ VCC والطرف الأخير هو Ground. إذا هذا الربط الصحيح ماله. هنا عندي داتا الاول الوجه، اذا وجه الحساس علي هذا المشبك علي على يعني فيس تو فيس على وجهي، راح يكون الطرف الاول راح يكون على الديجيتال بن، الطرف الثاني على الفي سي سي، الطرف الاخير على الجراوند. نعم، نجي نبدي حتى نكتب اول كود تنفذوه المختبر. فعندنا اول كود ورايت بروجرام تو ريد ذا تمبريتشر اند الهيوميديتي الرطوبة from the sensor and display the result on serial monitor. تتذكرون احنا تعاملنا بالتجارب السابقة مع السيريال مونيتر، ومجرد بس نعمل print ونفتح السيريال مونيتر ونشوف النتائج. فهاي ان شاء الله جدا بسيطة، بس ننطي لازم نحدد الباود ريت مسبقا، وبعدين راح نشوف النتائج مالتنا على شاشة الاردوينو. بس مثل ما ذكرت قبل شوية، we need to use the DHT library to encode the data، حتى سوينا encoding للداتا. اللايبرري طيب موجودة، ان احنا مباشرة نزلناها من الانترنت وضمناها. شلون نضمنها داخل الكود مالنا او داخل السوفتوير مالنا؟ لازم عن طريق الاعاز، عن طريق خانة سكتش اللي ضمن السوفتوير الاي اي دي، انكلود لايبرري، وعندنا اد زد اي بي اللي هي الفايل المكبوس مال اللايبرري. احنا راح نكون يمكن سويناها لكم مسبقا، ما تحتاجون تسووها، بس اذا عندكم بالبيت هاي لازم تسووها على حاسباتكم الشخصيه. فنجي على حل السؤال الاول، انه نقرا القيمه من الحراره والرطوبه ونعرضها على السيريال مونيتر. فمثل ما ذكرت بالبدايه لازم اضمن اللايبرري اللي كنا نزلناها مسبقا، فهاش انكلود دي اتش تي دوت اج. وثاني خطوه اسوي ستراكشر اسمه دي اتش تي، ممكن اغير هذا الاسم، مو في شيء ثابت، بس هذا الدي اتش تي الاول لا، لازم تكون نفس اسم اللايبرري. بعدين راح نعرف من ضمن المعرفات الاساسيه، راح نعرف هاش ديفاين دي اتش تي بن اللي هو البن رقم 7. هاي الخطوه حتى نقدر ما نسويها، نقدر مباشره نخلي رقم 7 ونشتغل، بس مع تنظيم البرمجه لازم نسوي هاي الخطوات. فراح نعرف البن الادخال الديجيتال هو راح نعطيه هو الرقم 7، ممكن تغيره 6 5 على حسب ما تربط انت. زين، راح نجي بالسيت اب، راح تعرفون بالسيت اب الشغلات الثابته. فراح نعرف السيريال بيجن حتى نتعامل مع السيريال مونيتر، راح نختار الباود ريت 9600. بعدين بداله اللوب بالفويد لوب راح نجي نعرف اول شيء نعرف ديلي قيمته 1.5 ملي سكند. فراح نشوف انه هذا راح يولد لي ديلي 1.5 ثانيه بين قراءه وقراءه، او حتى يلحق المعالج المايكرو كنترولر اللي ببطن الدي اتش تي 11 يقرا القيم، هو شويه يتاخر. زين، فاحنا نعطي ديلي معين حتى نضمن انه اول قراءه يقراها قيمه صحيحه، حتى عمليه التحويل اللي يسويها. فراح نعرف ديلي تو كومبليت ذا ميجرمنت حتى يكمل القياسات. ما بعدها مثل ما ذكرت قبل شويه، راح ناخذ هذا السطر اللي هو الدي اتش تي دوت
ريد 11. 11 ليش؟ من دي اتش تي 11، يقولون احنا استخدمنا هذا الموديل، وراح نعطي الرقم اللي هو كتبناه قبل شويه اللي هو عرفناه اللي هو البن 7، او مباشره بس تكتب 7 هنا يمشي الحال. بعدين راح نبدي نعرض استقرينا القيم، لازم بعد الخطوه الثانيه شنو نعرضها، فراح نطبع على شاشه السيريال مونيتور كلمة temperature. شوف ما بين اقتباسين معناتها تطلع نفسها، هاي مو قيمة، هاي فد كلمة، هاي فد نص، بما انه داخل اقتباسين فراح تكون نص، فراح اكتب temperature يساوي. بعدين ايش راح نسوي؟ نعرف فد متغير float زين اسمه t، هذا حنخلي بيه قيمة temperature، راح يقرا قيمة temperature ورجعها متغير اسمه t. بعدين ايش راح نسوي؟ نطبع للسيريال مونيتور قيمة t زين، فتنطبع التمبريتشر على السيريال مونيتر. الخطوه اللي بعدها نطبع الرطوبه، فراح نعرف متغير اسمه ايج زين، هاي الرموز بكيفكم، بس احنا تي من تمبريتشر وايج من هيوميديتي، راح نساوي لنا دي اتش تي دوت هيوميديتي. هنا راح نقرا قيمه الرطوبه وين نخليها بالايج، قبل شويه قرينا قيمه الحراره وين خليناها بالتي. الخطوه اللي بعدها احنا كنا عرفنا اخذنا قيمه الرطوبه، راح نطبع نص اسمه humidity equal to، هذه قيمة ال humidity تساوي لي منه serial print قيمة edge، تساوي إن القيمة حيطلع عندي بالنهاية شاشة العرض بها temperature تساوي كذا رقم معين اللي قيمة الحرارة 70 30 20، ما تصل 70 اللي كونه أصلا ماكسيموم 50، خلينا نقول مثلا 20 22، والرطوبة مثلا 60 70 80 على حسب. هاي تطلع بشاشة السيريال مونيتر زين، اللي تكون بالزاوية العليا اليمنى من برنامج المايكرو اللي هو هذا مثلا، راح تكون هنا هذا السيريال مونيتر تمام، هذا السيريال مونيتر زين. عندنا الشق الثاني من التجربة، هذا الشق الأول وانتم قد عملتم مع السيريال مونيتر. الشق الثاني من التجربة راح نستخدم أو نخزن القيم على برنامج الإكسل. الإكسل تعرفونه عبارة عن برنامج، أحد برامج المايكروسوفت أوفيس، هذا البرنامج هو خاص بالجداول وممكن نخزن به قيم ونعالجها ونطلع إحصائيات فيها كثيرة. فإذا ما دام عندي قيم، إذا أفضل قيمة أو طريقة أتعامل بها هي عن طريق الجداول الإكسل. فأكو في الطريقة نربط الأردوينو مع المايكروسوفت إكسل، شلون نربطهم؟ أكو في برنامج اسمه PLX Data Acquisition، PLX Data Acquisition. فكتعريف هذا الـ PLX Data Acquisition is a program used to establish an easy communication. هذا راح يسوي لنا ربط بسيط ما بين المايكروسوفت إكسل وما بين أي ديفايس أو جهاز يتعامل مع السيريال بورت بروتوكول. تعرفون إحنا الأردوينو يتعامل مع السيريال بورت عن طريق البرمجة مان وعن طريق الـ USB، ويمكننا هذا الشيء من خزن القيم أو ربط ما بين الأردوينو والإكسل. زين، على سبيل المثال انت فاهم تقرا تقيس الحراره وتخزن عن طريق الاردوينو وترسلها كل 2 سكند كفتره زمنيه وتطبعها على فايل شيت، هذا الشيت وتطيق عن طريقه تعمل احصائيات، ترسم جراف، كل الامكانيات بالداتا. هذا الشيء يفيدكم جدا، هذا الجزء ضفناه هاي السنه لكون يفيد الطلاب مشاريع التخرج هوايه وما بعد التخرج زين. وطبيعي كل الكوميونيكيشن راح يكون عن طريق السيريال برنت، راح مجرد نطبع مثل ما طبعنا مع قبل شويه مع السيريال مونيتور، راح اتعامل مع منه مع اكسل. هنا كان سيريال مونيتور يطلع لي بس مجرد شاشه بيضاء وتطلع بيها القيم، لكن ما اقدر اسوي اي معالجه، لكن بالاكسل اقدر اجمعها اطرحها اضربها في فاكتور اطلع اكبر قيمه ايش قد اقل قيمه ايش قد. تعرفون الاكسل بامكانيته هواي، ارسم على شكل جراف، اعمل على شكل مخطط، كلها ممكن نسويها. فراح نجي هاي الشاشة، هي شاشة الـ PLX Panel، PLX Dark Panel، هاي بيها بعض الخيارات البسيطة. فأول شيء وأهم شيء لازم أحدد البورت، نفس البورت اللي مربوط عليه الـ USB. لو فرضنا إحنا بالـ IDE، تتذكرون بالـ IDE عفوا بالـ IDE كنا نحدد رقم البورت، تتذكرون هذا البورت يطلع عندنا بورت 3 بورت 4، فهذه لازم تكون نفس الرقم. مثلا احنا ربطنا البورد مالنا ولقينا رقم 3، لازم هنا اكتب رقم 3، لقينا رقم 7 لازم هنا يكون رقم 7. كذلك الباود ريت، تذكرون بالبرمجة كنا نبرمج شنو؟ الباود ريت، هذا الباود ريت لازم نبرمج هذا الرقم
يكون نفس هذا الرقم، إذا كان 9600 يكون 9600. بعد ذلك ندوس كونكت حتى يقرأ لي القيم ويحول لي على الإكسل. أنا هاي الواجهة اللي أحتاجها، بيها كثير خيارات، بيها ريسيت تايمر، كلير الكولومز، بيها الهايد، بيها تفاصيل أخرى، بس أنا راح أخذها على بساطة، مجرد أنه أعرف البورت، أثبت الباود ريت وأتصل، وراح أشوفكم يسه النتيجة. فمثل ما ذكرت، أول شيء نحدد البورت، بعدين نحدد الباود ريت، وبعدين نكبس على كونكت. زين، راح نشوف أنه راح نكتب برنامج جديد. حاليا نكتب برنامج جديد، وطبعا برنامجكم الثاني هو التجربة تكون من برنامجين. البرنامج الأول طبعناه على سيريال مونيتر، البرنامج الثاني اللي نطبعه وين؟ على إكسل شيت. نطبع القيم مع الحرارة والرطوبة على إكسل شيت باستخدام الـ PLX Data Acquisition. زين، الطريقة بسيطة، راح أشوفكم النتيجة بعدين أرجع على الكود حتى تكونون بالصورة. هذا الإكسل شيت متعاملين أغلبكم معه، هذا الفايل إكسل، راح أعرف فيه أربع كولومز، أعرف فيه أربع كولومز، أربع كولومز مع عواميد. العمود الأول ينطي تاريخ العمل، أنا شوفوا قبل شوية اشتغلت التجربة بتاريخ 15/1، وعندي التايم هو الساعة 10:31 دقيقة مساء و21 ثانية زمن القراءة. شوفوا التايم يتغير، الديت ما يتغير لكون نفس اليوم، بس التايم هي يتغير 31، بس شنو الثواني عاد تتغير لكون وقت عاد يمشي بين قراءة وقراءة. وعرفت متغير عمود ثالث اللي سميته التمبريتشر، والرابع هو الهيوميديتي. زين، وعرفنا البورت وعرفنا الباود ريت وبعدنا حاليا. نرجع على الكود، فنفس الطريقة بالترتيب، يعني انتم بالنسبة لكم المختبر تعدلون على الكود الاول، يعني ما راح اغيره كامل، مجرد بس راح اغير طريقة العرض. قبل شوية كان على السيريال مونيتر، هسه راح يكون على الاكسل شيت. فتعريف المكتبة وتضمينها موجود نفسه، تعريف الستركتشر الدي اتش تي نفسه، البن نمبر رقم 7 نفسه، بالست اب السيريال مونيتر نفسه راح يكون الباود ريت 9600. زين، هنا هاي الإعازين جدد لازم نضيفهم، هذول خاصين بمن بالخطوة الثانية اللي هي راح نعلق مع الداتا، فراح نعمل كلير داتا، هذا راح يصفر لي الداتا السابقة. نطبع سيريال برنت نيو لاين كلير داتا، كلير داتا. بعدين راح أعرف العواميد اللي عندي، يعني تذكرون قبل شوية قلت لكم عندي دات ديت اللي هو التاريخ، وعندي التايم، وعندي التمبريتشر، وعندي الهيوميديتي. تحب تسوي انت عواميد ثانيه مثلا تذكر بها فد اضافات اخرى، فد معلومات اخرى ممكن تضيف، بس لازم تخليهم طبيعي بين اقتباسين. وعندي اول واحد راح يكون الليبل اللي ينطيني الارقام. زين، بداخل هذا ما يخص هذا الاضافه الجديده، هاي السطرين، اول واحد يمسح لي كلير داتا، والثاني هو عرفت به هاي العواميد اللي هي الديت والتايم والتيمب والهيوميديتي، حسب ما تكتبه هنا حسب ما تطلع لك بالإكسل شيت. بعد ذلك في بدالة اللوب راح نعرف ديلي 1.5 نفسه حتى يكمل لنا القياسات. بعد ذلك راح نقرأ دي اتش تي، هذا نفسه الإعاز انه يشغل لي هذا الحساس المايكرو كنترول، يبدي يقيس يقرأ. بعدين راح أقرأ الحرارة وأقرأ الرطوبة، بخصم القيمة بتي وإج. لي حد الآن نفس البرنامج، ما غيرت حرف. الإضافة راح تكون بالداخل دالة اللوب، راح أعرف سأكتب سيريال برنت وأقول سترينج، اللي كمان راح تكون على شكل سترينج، منو الداتا الديت العفو الداتا اللي هي الأول شيء هو من ليبل، بعدين الديت هذا راح يأخذه من الحاسبة. انت راح تكتب له قيمة الديت ولا تايم، هذه راح ياخذها من الكمبيوتر، من شاشة، من الساعة مال الحاسبة، التاريخ والتوقيت. ايش راح نترك؟ راح نترك فارزة هنا، هاي لا تنسوها، هاي الفارزة هنا معناتها احنا ما كملنا، معناتها يكون عندي بعض القيم لازم اعرضها واسد الاقتباس، هذه لا تنسوها بالكتابة رجاء. زين، راح اطبع السيريال برنت التي، تي منو هي التمبريتشر اللي قبل شوي انا وجدتها، تمام؟ بعدها راح اطبع فارزة حتى ليش راح تكمل هنا، لكون عندي كم كولوم، عندي اربع كولومات، واحد راح يطبع لي التاريخ، واحد راح يطبع لي الوقت، والثالث راح يطبع لي تمبريتشر، ما بيناتهم فارزة، بعدين يطبع لي منه الهيوميديتي اللي هي الرطوبة. فكأنما يطبع لي هاي العواميد الاربعة، اول شيء التاريخ، الوقت، التمبريتشر، بعدين الرطوبة الهيوميديتي. فراح تكون بهالطريقة، نعيد هذه الأربع أسطر السهلة، الإضافة هي عن الكود الأول،
راح نعمل السيريال برنت سترينج ما بين تو طبيعي اقتباسين، راح نطبع الداتا والديت والتايم، هذه الشغلتين. بعدين راح نطبع التايم لكون عندي فارز هنا، فهو راح يكمل وما سويت نيو لاين، وفارز طبعت بعدين ما بين اقتباس هم لا تنسوها، وبعدين راح اطبع منه الرطوبة اخر شيء وسد القوس. فمن راح اجي انفذ راح تطلع عندي هذه القيم، طبيعي لازم ادوس كونكت تطلع عندي هذه القيم اللي هي التاريخ الوقت الحرارة الرطوبة. هذا كل ما موجود بتجربتنا البسيطة، ان شاء الله تكون مفهومة وراح ننفذها خطوة خطوة في المختبر. شكرا.